عملت معك زوز حوارات، فما مرة قلت لي نعيش قصة حب، ومن بعد مدة قلت لي خدمتي ما تسمح ليش باش نتعرف على شكون. هنا زوز تصريحات متناقضين شوية. علي متناقضين. انتي توا شنو وضعيتك العاطفية؟ I'm free. Free. باهي. آخر قصة حب عشتها شنو ظروفها؟ شنو هي ظروفها؟ كيفاش تعرفت مع شكون؟ شكون هو الشخص؟ نو جو بريفير با خاطر با ريسبي معناتها للعبد اللي كنت معاه ما نحبش نحكي. معروف؟ ما نحبش نحكي فيه. سألت معروف ولا لا؟ لا لا مش معروف. شخص ماهوش معروف؟ لا. باهي قصة حب قداش دامت؟ أكثر من عام. عادة أكثر من عام تفهموا بعضكم؟ يا أخي شنو هي المشكلة؟ كيفاش؟ قصة حب تنتهي معاك في أنو ظروف؟ خاطر ظروف خدمتي ما سمحت ليش أني نعيش قصة حب عادية كما يعيشوها لكوبل الكل. فما برشا يخدموا ناس كل تخدم وتعيش قصص حب على ضوء خدمتها. كل واحد وكيفاش. منا أون بو با جينيراليزي. شنو اللي أنا أعطيني؟ شنو اللي أنا هو صار كومول مع ظروف خدمتي مع معناتها جيتي توجور ابسونت وتعرف انت معناتها خدمتنا شنو معناتها كيس كون سوبي برشا ستريس برشا برشا معناتها العبد يولي فابل يروح بديز انرجي نيجاتيف دونك فوالا دونك شنو اللي صار باش بطلته؟ ما صار حتى شيء. ماما ستبلي هيك مش راح احكي. الدموع اللي في عينيك دموع شنو؟ ندم؟ ندم على علاقة أنت كنت سبب فيها أنها تتحطم العلاقة هذه؟ إحساس بالذنب؟ تحس بالذنب؟ دايما نحسش بالذنب قلت معليش باش ندم معليش باش علاش تبكي علاش تبكي اذا انت ما تحسش بالذنب خاطر تعبتني علاش دموعك على خاطر تعبتني الغلاسيون وقت اللي انسان يكون ماهوش باهي معاك ويمشي عليك تحس حمل وارتحت منه دايما شكون قال لك اللي كان ما كانش باهي معايا نجم نقول لك مبروك حريتك لا ما عمري ما كنت انا محبوسه باش تقول لي مبروك حريتي معناتها انت تحب العلاقه هذه تبقى متواصله ليك هو علاقه وفات ومعناتها انا لا بيرسون معناتها قرار شكون شكون حط قرار بي ما هاش حاجه مهمه المهم معناتها ما وفيتش بمشاكل المهم ما وفيتش ما خرجش حتى حد معناتها متضرر فيها الغلاسيون وفات وكهو ما دامك تبكي قراره هو ليه ماهوش ماهيش مهمة بهمش ايش تحب قراره هو قراره هو نبكي مش على خاطر معناتها وفيت كيما لي غولاسيون اللي وفيو الكل لا ما خاطر غولاسيون تعبتني وكا تعبتك مني ناحية فسر لي فهمني تعب ما نحبش نكمل نحكي بسم الله عليك بسم الله عليك ساعات مبلبز هرم معي عيح أعطونا تصفيق ربي معناتها العباد تحبني عائلتي تحبني صحابي يحبوني وكل معناتها مانيش راه مش حكيت عبد معناتها ناقص وحب ولا حاجه مع غلاسيون تعبتني معناتها انا بعدها مشيت للثيرابوت ولازم معناتها خذيت برشا وقت باش
معناتها خرجت منها الحكايه فهمت فوالا هذاك علاش بكيت مش على خاطر بالعكس معناتها اوني توجور امي انا وياه وصحاب وما صارتش بيناتنا كلمه خايبه ما اما غولاسيون تعبتني وكهو يمكن زيد على خاطر جيت مع ليميسيون كي وفات وليميسيون معناتها كي وفات خليت لي معناتها قالت لي برشا وجيعة في معناتها في لي كان اللي شفتهم تاع لي كانديدات ما سيتي با فاسيل باش نخرج راه معناتها السيد هذا كان حب حياتك ليك هو عاد هيدي هاني بطلت